بداية تكون تبسيط مع سفيان بن فرحات في شوفيالنا. شوفيال شوفيال إلياس الفخفاخ وزير أول وإلا رئيس حكومة. قال سي قيس سعيد رئيس الجمهورية البارح في الكلمة متاعه بمناسبة أداء القسم لأعضاء الحكومة الجديدة، قال اللي سي إلياس الفخفاخ رئيس حكومة وماهوش وزير أول أو كاتب دولة، على عكس ما قالوه بعض النواب قلت البارح تحت قبة البرلمان، مع العلم أنه منذ 2011 لليوم تداولوا على المناصب 8 وزراء ورؤساء حكومة و375 وزير. وفي الحقيقة ما فماش سلم تفاضلي بين وظيفة رئيس الحكومة ووظيفة الوزير الأول، ياما من وزير أول ظهر قوي وباش فهلاوي، وياما رئيس حكومة بن ضعيف وهواوي. وزيد بزيادة سي إلياس الفخفاخ هو اللي جابها روحه وقت اللي قدم وخر قال أنه يستمد شرعيته من التيار الثوري اللي تجسد في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية اللي فاز فيه سي قيس سعيد بجوز ملايين و777 ألف صوت، في حين أنه سي إلياس الفخفاخ اللي كان غريم قيس سعيد في الدورة الأول ما جاب كان 11 ألف صوت. وصرح زاد الصحافي سألوا على ضحالة أصواته بعد ترشح انتخابات رئاسية وقالوا يكفيني رضا رئيس الجمهورية عليا. السياسة أفعال وما هي تصريحات، والفعل السياسي يتكلم وحده وما يحتاج التبرير والتنظير إلا إذا يعتمد السياسيين الهدرة ولا شيء غير الهدرة، ويستحق وقتها نعتهم برئيس حكومة الكلام الملمق والفعل المدرق لو مينيستير دو لا بارول. والامتحان المباشر الأول سي إلياس الفخفاخ هو كيفاش باش يجيب ما قيمته 12 مليار دينار تقريبا لسد النقص في ميزانية الدولة 2020، وهذا باش يحيله بدوره على صندوق النقد الدولي ومصالحه وحساباته، لأنه احنا ماشيين صندوق النقد الدولي والموس بوسعادة يهدد في القابلة. الامتحان متاع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي باش يعطينا نظرة على مدى قابلية الحكومة الجديدة للإصلاح من عدمه ومدى قدرتها، خاصة مع التفاعل مع البعض الاجتماعي متاع البلاد المدمر. سي إلياس الفخفاخ ممكن يكون رئيس حكومة وممكن زاد أداؤه يخليه يظهر في صورة الخادم الخدوم اللي لا يبل ولا يعل وما ينفعش بل يذر. مرة أخرى الفائدة في الإصلاحات اللي تصنع الوزير ومش في التصريحات اللي تقلل مشان وتكتفي بشعارات اللي يقولها لسان. في الأخر واحد وزير والأخر زير، واحد يخدم نيشان وديما القدام كيش من ديفير، والأخر العبان يتكربس كيما الدنفير، وكيما قالوا الناس الزمنية وين تحط نفسك تصيبها النفس نفسك وانتي طبيبها.